هو احنا اتضحك علينا ولا ايه؟ احنا لسه بنحبك، بس بنحب برشلونة اكتر، وكفايه قوي بقى لحد كده. ومع كل احتفال كانه بيقول للجمهور اتمنى تكونوا استمتعتوا بالعرض. يعني انت اكيد ما جبتش كاسيميرو ب 70 مليون علشان يقعد دكه بعد اول موسم. التوقعات كانت صلاح، راموس، دخيا، والواقع لويس فيليبي بس. ازيكم، وحشتوني. النهارده حلقه جديده من برنامج صوت الجماهير، وقبل ما ندخل في تفاصيل الحلقه خليني اسالكم سؤال. تتوقعوا مين يكون بطل البريمير ليج السنه دي؟ خليني اخد سؤال من اسئلتكم انتوا، والسؤال اللي معايا من سليمان خليل بيقول: ايه هي ازمه تشيلسي بعد النتائج المخيبه في الدوري رغم صرف اكتر من 300 مليون؟ في العادي لما بيجي اي فريق لاعب او مدرب اغلبيه المشجعين بيحكموا عليه من اول كام ماتش، قليل قوي اللي بيستنى. كسب يبقى حلو ومفيش زي، خسر هو احنا اتضحك علينا ولا ايه؟ مع تشيلسي بقى الوضع اسوأ. فريق صارف 300 مليون يورو على فلوس السنه اللي فاتت، فعدى المليار يورو. طبيعي الفلوس دي كلها تتسال عملت بيها ايه، بس الموضوع مش بالشكل ده خالص. اول حاجه، بوشيتينو معروف عنه انه مدرب جاي يبني مشروع، فريق يلعب كره حلوه ويقدر ينافس لسنين قدام، وباين جدا من التعاقدات ان كلها شباب مش جايه تحقق نتائج على طول. فالسؤال هنا، مين المدرب اللي يقدر يبني فريق في كام اسبوع ويقدر يكسب بيه؟ مشاريع زي ليفربول والسيتي قعدت سنه واكتر علشان تنجح، واعتقد بنسبه كبيره ان هدفه السنه دي هو التوب فور، ده بالكتير قوي يعني. ده غير اللي بيتفرج عارف كويس قوي ان المواهب الشابه دايما ناقصها الخبره. جاكسون مثلا ضيع كره في السته يارده قدام نوتنغهام، لو سجلها كلامك كان هيختلف. نفس الكلام قدام ليفربول وويست هام. ولو بصيت على احصائيات فريق تشيلسي هتعرف انه من اكتر الفرق اللي بتوصل للمرمى بس ما بيسجلوش كتير، وده طبيعي. نقول تاني، دي مواهب شابه مش خبره، والفريق لعب 4 ماتشات بس في الدوري. فاداره وجمهور البلوز يستنوا شويه، الضغط على الفريق مش هيفيد. محتاج على الاقل تصبر لنص الموسم وتشوف الفريق بقى ليه شكل يتبني عليه ولا لا، وده المهم. وساعتها هتسال نفسك، هل انت بتضيع وقت مع المدرب واللعيبه، ولا فعلا كان الموضوع محتاج شويه وقت؟ قصه اللاعب اللي كان اسطوره ومحبوب وبقى مدرب قصه جميله والكل بيحبها، وده فعلا اللي حصل مع تشافي اول ما بقى مدرب لبرشلونه. حاله من التفاؤل والحماس كده كانت عند الكل، بس مؤخرا جزء من المشجعين بدا يعترض. احنا لسه بنحبك، بس بنحب برشلونه اكتر، وكفايه قوي بقى لحد كده. كسبنا الدوري بس دوري الابطال خرجنا من دور المجموعات، والاداء مش قد كده برضه. يعني لا اداء البرسا ممتع ولا بطولات حتى. ده لو حد غيرك كانوا مشوه من بدري مش يجددوا له كمان. لكن على الناحيه الثانيه في شويه جماهير شايفين ان البطولات مش اهم حاجه دلوقتي، واغلبيه اللي سبقوه كان معاهم ميسي بس هو لا، فمعاه عذر. وعلى الرغم ان النادي ما معهوش فلوس، فهو قادر يعمل صفقات برضه، وقادر يقنع لعيبه كبيره يختاروا يكونوا جزء من مشروع. وبالنسبه للاداء، فانت اوقات بتحتاج تغير الشكل اللي بتلعب بيه علشان تحقق نتائج، واحنا غيرنا مدربين كتير، عايزين شويه استقرار بقى. وسالناكم انتوا مع مين منهم، وهل راضيين عن التجديد لتشافي ولا لا؟ 59% مؤيدين للتجديد، 41% رافضين التجديد وبيقولوا ان هو ما اثبتش كفاءه. احنا لحد بدايه الموسم كنا متفقين ان فينيسيوس هو النجم الاول لريال مدريد، بس في حد كده عمال يخطف منه النجوميه شويه شويه، هو ما فيش غيره اللي جه في بالك، جود بلينجهام الملك الجديد عند المدريديستا. ده اقل وصف ليه يعني. بلينجهام كان حاسم في كل ماتشات ريال مدريد في الدوري، وفي الوقت اللي الكل بيشتكي ان ازاي مفيش مهاجم هو بقى هداف الليج، ومع كل احتفال كانه بيقول للجمهور اتمنى تكونوا استمتعتوا بالعرض. الاحتفال اللي بدا ينتشر بين لاعيبه الكوره والجماهير ورياضات تانية كمان. وفي ليله افتتاح البرنابيو التاريخيه بعد التجديد، الجماهير رحبت بيه وغنت له كمان، وهو رد عليهم بجول في الدقيقه 94 علشان يروحهم مبسوطين. اداء ممتع وشخصيه قياديه في الملعب، الشخصيه اللي ما شفناهاش عند فين. الموهبه موجوده بس القيادة ما حسيتهاش منه قبل كده. برضو ما ننساش انه لسه واخد رقم 7 وكأنه بياخد اول خطوة في الطريق ده، بس الاصابة منعته. وكده كده الجمهور بيميل دايما للي بيسجل اهداف اكتر، فلما يرجع هيخطف قلوبهم تاني. بلينجهام كده كده لاعب وسط، ونقطة تسجيله للاهداف دي ممكن تقف بعد شوية. وسألناكم تتوقعوا مين فيهم هيكون النجم الاول لريال مدريد. 80% اختاروا بلينجهام، و20% قالوا ان فينيسيوس هيكون النجم الاول. الاحلام بتتحقق وانا حققت حلم، ده اللي قاله نجم المغرب سفيان مرابط بعد اعلان مانشستر يونايتد التوقيع معاه. الخطوه الاولى الناجحه والسعيده للطرفين تم. تنهاج بيضم نجم جديد من النجوم اللي دربهم قبل كده، يموت هو في الحوار ده. نسال بقى الاسئله المهمه، دوره هيبقى ايه في الفريق؟ يعني انت اكيد ما جبتش كاسيميرو ب 70 مليون علشان يقعد دكه بعد اول موسم، وبرده اكيد كنت عارف مشاكله بالكوره قبل ما تجيبه،
ده انت تنهاج يعني. فمن الانطباع الاول كده شكله جاي ينافس كاسيميرو، ومش بعيد مع الوقت تلاقيه بيلعب جنبه، خصوصا بعد اصابه ماونت واريكسن. سنه الكبير ومجهوده القليل في الملعب، كل ده ممكن يخلي الاثنين يلعبوا في نفس الوقت، وهيخلي شكل الفريق احسن في الهجوم والدفاع، لان برونو هيتحرر اكتر. كاسيميرو بنسبه كبيره هيبعد عن فكره انك تطلع بالكره من عليه، وهيعمل زي ما كان بيعمل في ريال مدريد، والكره معانا انا قدام، والكره مش معانا انا اول واحد بيدافع. وسالناكوا شايفين مانشستر يونايتد يقدر يستفيد ازاي من سفيان مرابط؟ 86% منكم قالوا ان هو يكون ثنائيه مع كاسيميرو، و14% قالوا ان هو ينافسه. اكتر نادي من انديه صندوق الاستثمار السعودي جمهوره كان متضايق من الميركاتو هو الاتحاد. احنا اللي هنمثل السعوديه في كاس العالم للانديه، ازاي ما جبناش نجوم كتير؟ وليه احنا اقل فريق صرف؟ والموضوع مش صرف وخلاص، الفريق فعلا عنده نواقص ومحتاج يكمل. ما الجماهير طموحهم يكرروا انجاز الهلال ويوصلوا للنهائي، وليه لا باللعيبه العالميه اللي عنده ينافس السيتي لو وصل النهائي ويحقق اللقب؟ بس الاحلام دي واقفه على الميركاتو، هيساعدنا احققها ولا لا؟ وده بالظبط اللي بيفسر غضب الجماهير. انا عندي فرصه احسن السكواد بتاعي لحد ما يبقى قادر يقف ند لاي حد. طب ليه ما عملتش كده؟ التوقعات كانت صلاح، راموس، دخية، والواقع لويس فيليبي بس. حتى نايف اكرد وماركينيوس وكمبيمبي كانوا صعب يجوا علشان ميركاتو اوروبا قفل. ورغم الاعتراضات دي في ناس شايفين ان الفريق مش وحش قوي كده يا جماعه، وصفقاتنا حققت الجوده اللي محتاجينها، وطالما جبنا مدافع يبقى حققنا الاهم. بقيه المراكز كانت للتحسين مش اكتر، وروحوا تابعوا فيليبي اللي مش عاجبكم ده وهتعرفوا انه هيفيدنا. عموما القرعه حطت الاتحاد قدام اوكلاند سيتي، وبعدين الاهلي، واخيرا بطل امريكا الجنوبيه. فهل فرصه الوصول للنهائي لسه موجوده؟ وده كان سؤالنا ليكم. 51% شايفين ان الاتحاد مش هيقدر يوصل للنهائي، و49% قالوا ان هو هيصعد. كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده من برنامج صوت الجماهير، ناقشنا واتكلمنا معاكم في اهم وابرز مواضيع الاسبوع. ما تنسوش تجاوبوا على الفوتنج اللي بنعمله كل اسبوع على حساباتنا على السوشيال ميديا، واستناكم الحلقه اللي جايه.